إن شاء الله فترة ويزول كل شيء وتعود المياه إلى مجاريها يا رب العالمين. بنضيف إلى الجهة اليمنى في دفاع جمعية أمل عين مليلة الخروج بالكرة طويلة إلى الأمام. التغطية حاضرة من صياد على اللاعب ذباح، اللاعب المميز أيضا في قائمة جمعية أمل عين مليلة، واحد من الأسماء البارزة هذا الموسم التي قدمت عطاء غزيرا وحضورا مميزا في بطولة الوطنية هذا الموسم. وصلت إلى قدور شريف لمسة يد حاضرة، والحكم سعيدي يعلن عن وجود الفاول والمخالفة لمصلحة الدفاع جمعية أمل عين مليلة. كرة في الدفاع الجمعية إلى زياد العودة إلى الخلف، وصلت إلى بيطام. محاولة إخراج الكرة من قبل فريق جمعية أمل عين مليلة وامتصاص ضغط شبيبة القبائل في البدايات. إلى الجهة اليمنى تحولت أين يوجد اللاعب زايد رابح في منتصف الميدان. زياد إلى زايد من جديد، الكرة اصطدت بوجه اللاعب قدور شريف وتحولت إلى رمية التماس لمصلحة فريق شبيبة القبائل. نتابع مدرب الشبيبة بوزيدي، الإرشادات مستمرة والتوجيهات أيضا مستمرة للمدرب الذي تمكن من إعادة قطار الشبيبة المتعثر إلى سكته الصحيحة من خلال المباريات الماضية. العودة بالفوز من ملعب بومزراق أمام أولمبي شلف، وتحقيق أيضا نتيجة إيجابية أمام اتحاد بسكرة، واليوم الموعد على ملعبه وفي أرضه من أجل الاستمرار على درب تحقيق الانتصارات. ولكن أمام من؟ أمام فريق يحسن التفاوض خارج أرضية ملعبه، وفريق أيضا قدم نفسه وقدم أوراقه الثبوتية منذ بداية هذا الموسم. الكرة في منتصف الميدان إلى رايح، تحولت على الجهة اليسرى، بن شريفة يحاول المرور، تغطية حاضرة إلى رمية تماس لمصلحة الكناري لمصلحة الفرقة الصفراء. بن شريفة مع بن سايح، براس الكرة لمصلحة شبيبة القبائل. قدور شريف استقبال رائع للكرة، يلعب الكرة على مقربة خط 18، وصلت إلى العرفي الذي بدأ يجد ملامح ومعالم التوليفة الأساسية والحضور الرائع أيضا من خلال بصمه على أداء مميز منذ بداية الموسم. على الجهة اليمنى للشبيبة أيد عبد السلام، العرضية حاضرة داخل المنطقة، لا زالت خطيرة للشبيبة، التسديدة حاضرة، والحارس بولطيف الذي يتصدى لكرة جديدة لمصلحة شبيبة القبائل، كانت خطيرة لمصلحة جياسكا، خطيرة لمصلحة الكناري، تعتبر ربما الكرة الأولى الساخنة على مرمى فريق شبيبة القبائل وعلى الحارس بولطيف الذي يعرف حق المعرفة معالم هذا الملعب، حيث سبق له أن مثل وتقمص ألوان شبيبة القبائل. الحديث عن الحارس بولطيف، الكرة لذباح مرة بالقدم اليسرى، الفاول والمخالفة موجودة بعد تدخل من بالعبدي الذي نكتشفه أيضا لأول مرة هذا الموسم في التشكيلة الأساسية للمدرب وزيدي، هذا اللاعب الذي عوض غياب بن شعيرة، غياب مؤثر أيضا. تحدث عن اللاعب بن شعيرة الذي انطلق بشكل رائع في بداية الموسم وقدم مباريات أيضا مميزة، وحضوره كان لافتا في منتصف الميدان على مستوى استخلاص الكرة، على مستوى البناء، على مستوى المساهمة في الخط الهجومي. تلك الأدوار التصقت باللاعب بن شعيرة في بداية هذا الموسم. المخالفة حاضرة لمصلحة الجمعية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع بواسطة وليد بن شريفة يتدخل، أبعدت الكرة، أخذ ورد، والحكم السعيد يعلن عن وجود مخالفة لمصلحة دفاع شبيبة القبائل على اللاعب صياد. التدخل كان على صياد، يشكل ثنائيا رفقة أيت عبد السلام اليوم على مستوى دفاع شبيبة القبائل. خيارات المدرب بوزيدي أيضا الذي ترك اللاعب تيزي بوعلي احتياطيا في هذه المباراة، ربما هذا هو الرسم التكتيكي الجديد بالنسبة للمدرب بوزيدي الذي أينما ارتحل وحل بنسبة 70% يعرف عمله جيدا ويعرف كيف يعيد الفريق المتعثر إلى سكته الصحيحة وإلى مكانته الطبيعية. الكرة في منتصف الميدان بالراس لمصلحة الشبيبة، الحكم أعلن عن وجود مخالفة للاعب ذباح صاحب الرقم 10 الذي يتحرك
في كل مكان في بداية هذه المباراة. في دفاع الجمعية لعبت إذن، تحولت على الجهة اليمنى، زايد رابح وصلته الكرة طويلة إلى الأمام باتجاه بليلي. بليلي أمير أيضا اللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل واللاعب السابق أيضا لفريق شباب الوزداد، خبرة كبيرة وتجربة كبيرة أيضا في البطولة المحلية، وهو الذي يعرف حق المعرفة ماذا يفعل فوق أرضية الميدان من خلال الخبرة التي اكتسبها. والكرة طويلة لصالح شبيبة القبائل، والدفاع حاضر وابو لطيف إلى مبدأ الأمان والاطمئنان طويلة منه. عادت لدفاع الجمعية من جديد بيطام، لحد الآن لم نشاهد خطورة جمعية أمل عين منيلة الذي سيعتمد من دون شك على الكرات المرتدة من أجل مباغتة دفاع شبيبة القبائل في هذه المباراة، والشبيبة ستسعى من دون شك للاحتفاظ بالكرة والسيطرة على هذه المباراة بحكم أن المباراة تلعب على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. رايح استعاد هذه الكرة في منتصف ميدان بن سايح، قطعت منه وتحولت إلى الظهار على الجهة اليمنى، فرصة لمصلحة الجمعية، التغطية حاضرة والحكم سعيدي فعلا أعلن عن وجود هجوم جمعية أمل عين منيلة. ندخل الدقيقة 17 مشاهدينا الكرام من زمن هذه المباراة. لا جديد يذكر مشاهدينا الكرام على مستوى النتيجة، 0-0 بين شبيبة القبائل والضيف جمعية أمل عين منيلة، والمخالفة حاضرة للجمعية في تنفيذها. بليلي داخل منطقة الجزاء وحديد يتدخل، والإبعاد من العرف لمصلحة دفاع شبيبة القبائل في الكرة الماضية الخطيرة لمصلحة الجمعية التي ستعتمد أيضا على الكرات الثابتة، والبحث سيكون من دون شك على ذباح وعلى ظهار أيضا من أجل هز مرمى شبيبة القبائل في هذه المباراة. الكرة حاضرة والمخالفة حاضرة لمصلحة الفريق الضيف، وجب أن ننوه أيضا مشاهدينا الكرام بأن شبيبة القبائل مشارك على مستوى كأس الكاف، البطولة المحببة لشبيبة القبائل، خاصة بعد الفوز بالثلاثية التاريخية التي شهد عليها ملعب 5 جويلية الأولمبي، عندما كانت تغص المدرجات بجماهير الكناري، الجماهير العاشقة والمتيمة بحب اللونين الأخضر والأصفر، أينما حل أينما ارتحل يحضر جمهور الشبيبة من أجل مساندة معشوقته، سواء يتعلق الأمر بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، أو سواء يتعلق الأمر بأكبر وأروع وأجمل الملاعب خاصة على مستوى القارة السمراء. الجمهور الجزائري وجمهور القبائل خاصة بالنسبة للشبيبة عندما كان يذهب ويرتحل إلى النادي الإفريقي التونسي وإلى النجم الساحلي التونسي وإلى المغرب أيضا لمواجهة الرجاء والوداد، هنالك في المغرب في كل مكان جمهور الشبيبة وجمهور الكناري حاضر لمساندة معشوقته. الكرة لدفاع شبيبة القبائل تحولت إلى الحارس حديد، حتى جمهور جمعية أمل عين منيلة صراحة له من الحب والعشق أيضا اللامتناهي عندما يتعلق الأمر أيضا بمباراة تلعب في جمعية أمل عين منيلة وخارج أسوار ملعبه، والكرة هنا طويلة حاضرة والكرة في أحضان الحارس منذ صعود الجمعية إلى الرابطة المحترفة الأولى، وهي تقدم أجمل ما يمكن للعين أن تراه على مستوى الفئات الشبانية على مستوى الفريق الأول، دائما هذا النادي يسعى للظهور والبروز بشكل رائع. داخل منطقة الجزاء لقد دون شريف، الكرة لمصلحة شبيبة القبائل ولكنها سهلة في أحضان الحارس عبد الرحمن بونطيف ودفاعه في هذه المباراة. بداية حذرة طبعا من قبل الفريقين في هذه المباراة، خاصة من قبل الفريق الضيف، وليد بن شريف ضاعت منه هذه الكرة، تحولت لأمير بليلي، لا زالت بحوزته الكرة أمير،
على الجهة اليمنى دائما بليلي على الجهة اليمنى يحاول المرور العرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها سهلة بالنسبة للحارس حديد. انخفاض الريتم في هذه المباراة ربما من خلال هجمة معاكسة وكرة ثابتة ستفك الشفرة. وانطلق بن سايح بشكل رائع توغل داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع جمعية ملعين مليلة في المكان المناسب يتدخل ويستخلص هذه الكرة. أمير بليلي إلى الأمام على الجهة اليمنى ذباح، فرصة خطيرة لمصلحة الجمعية، ذباح بالقدم اليسرى ولكن الدفاع القبائلي حاضر موجود يستخلص هذه الكرة. العرفي في منتصف الميدان، طبعا العرفي شقيق اللاعب حسين العرفي لاعب النصرية حاليا واللاعب الذي كانت له صولات وجولات أيضا في الرابطة المحترفة الأولى من خلال تمثيله لفريق شبيبة القبائل ولاعبه أيضا في البطولات الخارجية. وليد بن شريفة العودة إلى صياد، تبادل كروي لعناصر شبيبة القبائل من أجل جلب الفريق المنافس ومن أجل أيضا الاستحواذ على الكرة والدخول إلى أجواء المباراة وأخذ الثقة اللازمة. طويلة إلى الأمام بحثا عن بن سايح، رضا الاستقبال موجود ما فيها تسلل، سيبحث عن قدور شريف، رضا بن سايح العرضية داخل منطقة الجزاء ولكن التغطية حاضرة والعرفي لازالت بحوزته الكرة والحكم يعلن عن وجود مخالفة خطيرة لمصلحة شبيبة القبائل في منطقة صعبة وخطيرة يحبذها لاعب كرة القدم. سنرى من سيكون خلف هذه الكرة بالنسبة لفرقة شبيبة القبائل. التوجيهات مستمرة من اللاعب بوزيدي المعروف بحماسه والمعروف في رغبته الجامحة دائما للتطلع إلى الأجمل من خلال تحقيق النقاط ومن خلال وضع كل فريق يشرف عليه في وضعيته المناسبة والملائمة أيضا وإسعاد الجماهير، وهو الذي كان خلف الصعود سريع غليزان الموسم الماضي، وهو الذي كان خلف العديد من صراحة الوضعيات الصعبة والمعقدة بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وكان دائما بمثابة حبل نجاة بالنسبة لكل هذه الفرق من خلال العمل الجاد. المخالفة حاضرة الآن لمصلحة شبيبة القبائل في تنفيذها طبعا رزقي حمرون الباحث عن تسجيل هدف جديد له ولفريقه في هذه المباراة. مخالفة خطيرة جدا يقف أمامها رضا بن سايح ورزقي حمرون ونحن ندخل الدقيقة 24. من سينفذ، بن سايح أو حمرون؟ تركت لحمرون، نفذت بشكل رائع ولكنها اعتلت المرمى إلى ركلة مرمى لمصلحة دفاع جمعية أمل عين مليلة. الشبيبة التي تعثرت في ملعب أول نوفمبر من خلال الخسارة أو التعادل الأول أمام أهلي برج بوعريريج ومن ثم السقوط المدوي الذي كان أمام فريق شباب الوزداد بثلاثية دون مقابل، وبالتالي تطمح إلى تحقيق فوز ربما من خلالها أو من خلاله ستمحو كل العثرات الماضية وتعود إلى درب الانتصارات. الحديث عن النادي التاريخي شبيبة القبائل، طبعا الشبيبة التي تعادلت مثل ما قلت في المباراة الأولى أمام أهلي برج بوعريريج ومن ثم ذهبت وعادت بالتعادل أمام مولودية وهران قبل أن تنهزم أمام شباب الوزداد لتفوز أمام أولمبي الشلف ولتعود أيضا بانتصار هام من القارة السمراء من المامة أفريقيا أمام نادي الدرك النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد. أما المباراة الأخيرة كانت أمام فريق اتحاد بسكرة والفوز الهام أو عفوا التعادل المهم والنقطة الإيجابية بهدف في كل شبكة في تلك المباراة. كان الشبيبة متأخر في النتيجة قبل أن يعود إلى أجواء المباراة من جديد. وصلت إلى ذباح في هجمة جديدة لأمل عين مليلة إلى رمية التماس على الجهة اليسرى بن شريفة
لدفاع شبيبة القبائل. صياد تحولت إلى الجهة اليمنى بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. المباراة بحاجة إلى هدف من أجل أن نستمتع بلعب سريع ومحاولات أيضا من كلا الفريقين. لحد الآن لم تشهد المباراتين فرصة تقريبا خطيرة جدا منذ بداية هذه المباراة. طبعا بالنسبة لأمل عين منيلة مشاهدينا الكرام، قلت أن بداية هذا الموسم مثالية بالنسبة لجمعية أمل عين منيلة من خلال الفوز على نجم مقرى، ثم التعادل أمام نصر حسين داي، ثم التعادل أيضا أمام شباب بلوزداد، ومن ثم الفوز على شبيبة سكيكدا بثلاثية نظيفة، والفوز في المباراة الماضية والأخيرة أمام أهل برج بوعريريج بهدف واحد دون مقابل، ما يؤكد قيمة هذا النادي هذا الموسم، وما يؤكد أيضا العمل الكبير على مستوى إدارة جمعية أمل عين منيلة. الكرة للدفاع شبيبة القبائل وصلت إلى الحارس حديد، مراوغة مميزة لكن حذاري من هاته الكرات وسط، فرصة كانت ربما تبدو خطيرة ولكن الحارس ببرودة تامة وبثقة كبيرة في النفس تمكن من مراوغة اللاعب وإبعاد الخطر. الكرة في منتصف الميدان للشبيبة على الجهة اليمنى، هدوء كبير، هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة أم رتم المباراة سيكون على هذا النحو؟ سنرى وسنتابع مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا النقل المباشر طبعا للتلفزيون الجزائري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. الانطلاقة حاضرة هنا من رضا بن سايح والقراءة الدفاعية إلى رمية تماس وليد بن شريفة على الجهة اليسرى. وليد المساحة حاضرة، توزيع حاضر، ولكن المخالفة أيضا لمصلحة شبيبة القبائل ولمصلحة فرقة الكناري. رايح العايد أيضا لأجواء ولصفوف فريق شبيبة القبائل. رزقي حمرون هو من سيلعب هذه المخالفة لمصلحة شبيبة القبائل. القبطان اليوم رزقي حمرون هو من سيلعب المخالفة المباشرة بحثا طبعا عن صياد وبحثا عن أصحاب القامة الطويلة. لعبت بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، راسية، جول جول. شبيبة القبائل تفك العقدة وتفتتح مجال التسجيل بعد كرة لعبت بشكل رائع ومميز من رزق حمرون. الشبيبة تصل إلى شباك الحارس بولطيف مفتتحة مجال التسجيل بواسطة اللاعب. سنتابع من الذي أحرز هدف فريق شبيبة القبائل. كروم هو الذي ارتقى، كروم هو الذي وضع الكرة بالرأس مفتتحا مجال التسجيل وواضعا الكناري في المقدمة في بداية مثالية بالنسبة لفريق شبيبة القبائل ومباغتة على دفاع جمعية أمل عين مليلة. مع حلول الدقيقة 28 إذن الشبيبة هدف، جمعية أمل عين مليلة لا شيء. سنرى وسنترقب كيف سيكون الرد من قبل الجمعية، الفريق المميز الراقي الذي قدم بداية موسم استثنائية، وسنرى أيضا كيف سيكون فريق شبيبة القبائل من خلال هذه المباراة وكيف سيجاري وسيساير هذا اللقاء. الكرة في منتصف الميدان عادت للشبيبة، رزقي حمرون تبادل كروي في منتصف الميدان، رزقي عادت له الكرة من جديد، تحولت إلى الجهة اليمنى لكن القراءة الدفاعية حاضرة من دفاع الأمل في هذه المباراة. ربما جمعية أمل عين منيلة لم تدخل المباراة بشكل رائع ولكن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان فوز هذا أو ذاك. المهم تحضر المتعة والمهم نستمتع بغزارة الأهداف من هذا الجانب أو من الجانب الآخر. الأفضلية والأسبقية كانت للشبيبة لكن ما هو قادم من خلال هذه المباراة سنرى وسنتابع كيف سيكون. الكرة لبولكاك في منتصف الميدان إلى زايد رابح. زياد العودة إلى الجهة اليسرى، هنا يوجد بن شريفة زكريا. قطعت الكرة على الجهة اليمنى لرزق حمرون.
استقبال رائع لرزقي، تبادل كروي مع العرفي، عادت له رزقي من جديد، تحولت إلى الجهة اليمنى ولكنها مرت إلى رمية تماس لمصلحة الأمل العين مليلي الحاضر والضيف على مدينة تيزي وزو اليوم، ضيف ثقيل صراحة هذا النادي على فريق شبيبة القبائل لما يقدمه في بداية هذا الموسم، لأنه سرق صراحة الأنظار من خلال بداية استثنائية وانتصارات متتالية بغلة وافرة أيضا من الأهداف. هذه بداية عين مليلة هذا الموسم، تحولت إلى رايح إلى الجهة اليمنى، المراوغة من رزق حمرون، البحث عن قدون شريف من دون شك، عرضية حاضرة راسية، لكن حكم المباراة أعلن عن وجود وضعية تسلل على اللاعب قدور شريف في المحاولة الماضية لمصلحة شبيبة القبائل. الكرة في دفاع جمعية منع المليلة من أجل العودة من جديد إلى أجواء المباراة. على الجهة اليمنى زايد رابح في منتصف الميدان، زياد من زايد إلى زياد، تحولت للجمعية والتغطية حاضرة لفريق شبيبة القبائل بواسطة بن شريفة، طويلة منه بن شريفة بالقدم اليسرى، والتغطية الدفاعية حاضرة من جمعية أمل عين مليلة بواسطة زايد رابح في التغطية الماضية. عندما نشاهد ملعب أول نوفمبر بهذا الشكل صراحة نتوق ونتذكر الأيام الجميلة والرائعة أيضا لفريق شبيبة القبائل وبجمهوره الحاضر، خاصة على مستوى المنعرج المقابل، هناك كانت تصنع جماهير شبيبة القبائل أجمل وأحلى وأرقى ما يمكن للعين أن تراه في عالم كرة القدم. نتمنى أن تعود الأمور مثل ما كانت في السابق لنستمتع بكل ناد بحضور جمهوره وبكل الجماهير التي تساند وتتغنى وترفع اللافتات وتستمتع دائما وتمتعنا أيضا. مخالفة لمصلحة جمعية أمل عين مليلة من أجل العودة من جديد إلى أجواء المباراة، بحثا عن القامات الطويلة، بحثا عن هريات، وبحثا عن دمان، وبحثا عن دبيح، وبحثا أيضا عن دهار. الكرة لعبت داخل منطقة الجزاء، وتغطية دفاعية حاضرة لدفاع شبيبة القبائل في الكرة الماضية إلى رمية تماس. تحدثنا طبعا عن المدرب بوزيدي الذي يظهر في الصورة، المدرب الذي رافق النتائج الإيجابية لفريق شبيبة القبائل منذ قدومه صراحة، رغم أنه لم يشرف كثيرا على النادي الشبيبة هذا الموسم إلا من خلال ربما ثلاث مباريات، لكنه أبان عن مستوى يليق بهذا النادي، وحتى فريق شبيبة القبائل أيضا أظهر وجهه الحقيقي في هذه البطولة خاصة في الجولة الأخيرة. بليلي على الجهة اليمنى، عرضية بليلي مرت هذه المرة داخل المنطقة، فرصة للتعادل، ولكن الحارس حديد حاضر ليتصدى للكرة الماضية لمصلحة فريق شبيبة أو لمصلحة فريق جمعية أمل عين مليلة. الجمعية الآن بدأت تتحرك، بدأت تحاول، بدأت تنقل الخطر لمرمى فريق شبيبة القبائل، ولكن الدفاع القبائلي حاضر موجود صلب منظم أيضا منذ بداية هذه المباراة، وهذه الصفة أيضا صراحة اقترنت بفريق شبيبة القبائل من خلال الجولات الأخيرة، خاصة بعد الخسارة أمام شباب الأزداد. الشبيبة عاد من جديد وفرض نفسه وأسلوبه، وأيضا مراوغة مميزة هنا من بن شريفة في منتصف الميدان، عادت إلى دهار، لعبت بشكل رائع، والمخالفة أيضا حاضرة على لاعب فريق شبيبة القبائل، التدخل كان على اللاعب بن عبدي، والمخالفة لمصلحة الشبيبة. صياد، الكرة لمصلحة الشبيبة طويلة إلى الأمام، بحثا عن رزق حمرون، تغطية دفاعية حاضرة، تحولت إلى الجهة اليمنى، رزق يصارع على الكرة، استعادها من جديد، يدخل إلى منتصف الميدان بخارج القدم، رزق حمرون ضاعت منه هذه الكرة، قد تتحول للكتيبة الحمراء والسوداء. الحديث عن فريق جمعية ملعين مليلة
لعبت بشكل رائع، طويلة على الجهة اليمنى، فرصة حاضرة لفريق جمعية مال عين مليلة بواسطة اللاعب دمان، هو الذي حاول المرور والعبور في الكرة الماضية. بليلي إلى ظهار على الجهة اليمنى، يحاول المرور ظهار، بجانبه بليلي، لا زالت بحوزته الكرة، واحد على واحد، لا يمر ظهار، ومرت عليها تلك الكرة وتحولت لدفاع شبيبة القبائل. خروج سليم بالكرة إلى بن شريفة، طويلة إلى الأمام بحثا عن قدور شريف، وتحولت إلى رمية التماس لمصلحة الجمعية، لمصلحة أمل عين مليلة. زيد رابح القبطان اليوم في صفوف الجمعية، تغطية دفاعية حاضرة، رايح يصارع في منتصف الميدان، تدخل حاضر والحكم لم يتوانى عن إعلان الفاول والمخالفة في منتصف الميدان لمصلحة فرقة الكناري. رايح من جديد إلى بن شريفة، طويلة بحثا عن قدور شريف داخل منطقة الجزاء، خروج موفق للحارس بولطيف الذي يصد الكرة الماضية ويبطل مفعول هجمة جديدة لمصلحة شبيبة القبائل. في منتصف الميدان العودة إلى الحارس بولطيف، صراع كبير من فرق الرابطة المحترفة هذا الموسم، الحديث عن البداية القوية جدا التي بصم عليها ثنائي شباب الوزداد ومولودية الجزائر، فضلا عن المتصدر وفاق سطيف أيضا الذي يقدم جولات مميزة. شبيبة الصورة أيضا القادمون من صحرائنا الكبير، نسور الصحراء، يبصمون على بداية جد موفقة هذا الموسم، انتصارات متتالية، أداء راقي، وهذا ما يؤكد أن الصراع سيكون كبير في الرابطة المحترفة هذا الموسم. مشاهدينا الكرام، قلت أن الوفاق يحتل الصدارة برصيد 13 نقطة، في المركز الثاني شبيبة الصورة ب 11 نقطة، وأما جمعية أمل عين مليلة في المرتبة الثالثة ب 11 نقطة. إذا حقق الأمل اليوم الانتصار بملعب أول نوفمبر سيكون متصدرا للرابطة المحترفة الأولى. نذكر أيضا ببعض النتائج الجزئية، مباراة واحدة تلعب أو انطلقت على الساعة الثانية والنصف، الحديث عن مباراة شباب الوزداد وأيضا فريق شبيبة سكيكدا، التفوق لمصلحة شباب الوزداد بهدفين دون مقابل، الثنائية لبلحول الذي وقع ثنائية لمصلحة فريق شباب بالوزداد في هذه المباراة، بينما عبد القادر كعيبو هو من سجل هدف شبيبة سكيكدا. طبعا هذه بعض النتائج الجزئية في هذه المباراة، ثنائية بالأحول طبعا تؤكد أن هذا اللاعب يمر بفترة زاهية ويمكنه أيضا أن يقدم موسما استثنائيا، وبالتوفيق لفريق شباب الوزداد على الصعيد الإفريقي طبعا، وبالتوفيق أيضا للمولودية قبل موقعة العودة أمام الفريق التونسي الصفاقسي بعد الثنائية الرائعة التي دونها المولودية وأحرزها بملعب 5 جوليا الأولمبي. نتمنى أن تكون تلك الثنائية ربما معادلة لثنائية أخرى، لما لا، في تونس بحول الله وقوته، وعودة المولودية بورقة التأهل، وعودة الشباب بورقة التأهل، وتألق الشبيبة والوفاق في كأس الكونفدرالية. الكرة خطيرة وخطيرة جدا لمصلحة جمعية أمل عين مليلة بواسطة اللاعب بليلي الذي حاول التسديد وحاول التسجيل وحاول التعديل من خلال هذه الكرة، لكن يقظة الحارس حديد أبعدت الخطر عن مرماه. ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء، وحديد مجددا يرتقي فوق الجميع ليصد هذه الكرة وليخطفها من مهاجمي ومدافعي جمعية أمل عين مليلة. خمس دقائق فقط مشاهدينا الكرام متبقية عن زمن شوط المباراة الأول، لا زال تقدم لمصلحة الشبيبة بهدف وحيد،
بالضبط ملعب الدقيقة 37 من زمن هذه المباراة. لا زال التقدم للشبيبة بهدف واحد دون مقابل على الجمعية، والكرة خطيرة لمصلحة شبيبة القبائل داخل منطقة الجزاء. نعم الحكم طبعا اعتبر بأنه فيه تدخل على دفاع جمعية أمل عين مليلة، ووجود أيضا مخالفة لدفاع الكتيبة الحمراء والسوداء المنهزمة لحد الآن أمام شبيبة القبائل بهدف واحد دون مقابل وقع عليه اللاعب كاروم. طويلة الكرة إلى الأمام، عادت لمصلحة دفاع جمعية أمل عين مليلة. الضغط على حامل الكرة، الدفاع المتقدم، تلك هي خطة المدرب بوزيد في هذه المباراة. المدرب يعيش أيضا، يبدو أنه جهز فريقه لهذه المباراة التي اعتبرها هامة وصعبة أيضا في معترك اللعب حول البروز بالشكل الأول، تفادي السقوط بالشكل الثاني، ولما لا التموقع والتمركز رفقة كبار المقدمة ولعب ورقة البوديوم. كل الإمكانات موجودة سواء بشرية كانت أو مادية بالنسبة لهذا النادي المميز الذي يبصم على بداية رائعة. والكرة على الجهة اليسرى لشبيبة القبائل، ما فيها تسلل، هنا فرصة للثاني، شبيبة القبائل خطيرة. الكرة الماضية كانت قريبة لتدوين الهدف الثاني بواسطة رضا بن سايح، لكن الكرة مرت بردا وسلاما على دفاع جمعية أمل عين مليلة. كانت واحدة من أخطر وأصعب الفرص المتاحة في شوط المباراة الأول لشبيبة القبائل. حذاري من التغطية الماضية، ولكنها جاءت سهلة للحارس حديد الذي يلتقط هذه الكرة. آخر خمس دقائق مشاهدينا متابعينا عبر الصفحة الرسمية لتلفزيون الجزائر عبر الفيسبوك وبنقل مباشر، نتمنى أنه كان في المستوى. مشاهدينا الكرام، نحاول دائما أن نضع المشاهد الكريم في الصورة بكافة الوسائل المتاحة حتى ننقل له كل صغيرة وكبيرة فيما يخص فريقه. كرة لدفاع الجمعية على الجهة اليمنى، أين يوجد بليلي؟ أمير بليلي، طويلة منه إلى الأمام، عادت إلى بن شريفة، بن شريفة العودة إلى الخلف، أين يوجد صياد؟ للحارس حديد، طويلة إلى الأمام، تغطية دفاعية وقراءة حاضرة في منتصف الميدان، الصراع موجود، عادت إلى بن شريفة وليد، مراوغة حاضرة من وليد، العودة من جديد إلى رايح، يتحكمون في الكرة، يحاولون أن يتحكموا أيضا في زمام الأمور. تلك هي الشبيبة في هذه المباراة وفي نهاية شوط المباراة الأول، من أجل الحفاظ على النتيجة أولا، ومن أجل بعدها ربما التفكير على إضافة الهدف الثاني، في حين على جمعية أمل عين مليلة أن تحاول إدراك الموضوع والموقف أيضا والعودة إلى أجواء المباراة قبل فوات الأوان. ومن دون شك المدرب أيضا يعيش، يعي ويدرك جيدا هذه المباراة وجزئياتها وحيثياتها وكيف يمكن العودة إلى أجواء اللقاء. المهم نستمتع من هذا الجانب ومن ذاك الجامد بحول الله بأهداف جميلة وغزيرة نستمتع من خلالها ويستمتع أيضا من خلالها المشاهد الكريم. والغلبة طبعا للأفضل والأجدر على البساط الأخضر. الكرة للدفاع جمعية أمل عين مليلة، محاولة الخروج بالكرة، ثلاث دقائق متبقية عن إعلان الحكم سعيد نهاية الشوط الأول، والمخالفة لدفاع فريق شبيبة القبائل. طبعا مشاهدينا الكرام، البطولة الجزائرية ستستمر طبعا مباريات وخاصة مباريات الغد، حين سيواجه نصر حسين داي ضيفه وفاق سطيف في قمة قوية أيضا ستكون بملعب 20 أوت، في وقت سيكون صدام قوي جدا أيضا بين فريق مولودية الجزائر وشباب قسنطينة.
على ملعب 5 جويلية الأولمبي. هذا برنامج مباريات الغد بالنسبة لأوفياء تلفزيون الجزائري. توجيهات متواصلة للمدرب بوزيدي، لا يكل ولا يمل، يتحدث لأشباله ويسعى دائما لوضعهم في الطريق الصحيح. طويلة إلى الأمام بحثا عن قدور شريف، تحولت لدفاع جمعية أمل عين مليلة، عادت لكروم إلى الجهة اليمنى على لمصلحة الشبيبة. لا زالت بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، والمخالفة حاضرة لمصلحة الكناري قبل دقيقتين من إسدال الستار على نهاية الفصل الأول من مباراة الشبيبة والجمعية. المخالفة لمصلحة فريق شبيبة القبائل. طبعا الذي يظهر في الصورة المغفور له بإذن الله محن شريف حناشي، قدم أجمل وأبهى وأرقى ما يمكن للعينين تراه في عالم كرة القدم بالنسبة لفريقه المحبوب شبيبة القبائل، المحب لوطنه، رحمه الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه. المخالفة حاضرة للشبيبة داخل منطقة الجزاء، التغطية عادت للعرفي صاحب التسديدة القوية. قوية كرة الشبيبة الماضية بواسطة اللاعب العرفي المعروف بتسديداته القوية والصاروخية، أيضا حضر فسدد في هذه الكرة، والكرة جانبت الحارس وجانبت المرمى ومرت سلام أو سليمة على دفاع فريق جمعية أمل عين مليلة. أمير بليلي، المخالفة حاضرة أعلن عليها سعيدي حكم المباراة اليوم. لعبت بسرعة لمصلحة جمعية أمل عين مليلة الباحثة للعودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية شوطها الأول. دقيقة واحدة مثلما تتابعون مشاهدينا الكرام أضافها حكم المباراة قبل نهاية الشوط الأول بين شبيبة القبائل المتقدمة بهدف دون مقابل وجمعية أمل عين مليلة الساعية للعودة إلى أجواء المباراة. تدخل خشن هنا، سلامات إن شاء الله للاعب الذي سقط، اللاعب ذباح من جانب فريق جمعية أمل عين مليلة، يقوم سليم معافى شأنه شأن لاعب شبيبة القبائل. سنتابع وسنرى من الذي سقط أيضا، إن شاء الله بالسلامة يا رب العالمين وعودة ميمونة إلى أجواء المباراة من جديد لمواصلة هذا اللقاء. طبعا الفوز الجديد الذي حققه شبيبة القبائل على حساب نادي الدرك النيجيري مهم جدا بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، خاصة قبل موقعة العودة التي ستكون على هذا الملعب الثلاثاء المقبل بحول الله وقوته. الخرجة الإفريقية الجديدة لشبيبة القبائل قبل انتظار فريق من دور التمهيدي الأخير لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، ومن ثم مجابهته قبل دخول غمار دور المجموعات. هذا الدور ليس بالغريب وليس بالجديد على فريق شبيبة القبائل الذي اعتاد عليه. الجماهير ربما تطمح وتأمل لما هو أحسن بالنسبة لهذا الفريق الذي يبصم على 6 نجمات في قميصه، ليس بالأمر الهين، هو زعيم الأندية الجزائرية باقتدار. إذا مشاهدينا الكرام شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم شبيبة القبائل على الضيف جمعية أمل عين مليلة بهدف وحيد دون مقابل وقعه كروم. الجمعية حاولت أن تعود في هذه المباراة والشبيبة خطفت هدفا في انتظار كيف سيكون شوط المباراة الثاني. تقبلوا تحياتي مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم فور إعلان حكم المباراة بداية الشوط الثاني بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم، وليد فرحاني يحييكم ويسعد دائما بلقائكم مباشرة من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ومجريات شوط المباراة الثاني بين شبيبة القبائل وضيفه جمعية أمل عين مليلة، مع تغيير أول بالنسبة
للفريق الضيف فريق جمعية أمل عين مليلة. طبعا بدخول اللاعب سنرى وسنتابع اللاعب المعمري هو من سيدخل أرضية الميدان في أول تغيير بالنسبة للمدرب يعيش وفرقة جمعية أمل عين مليلة. إذا تركنا مشاهدينا الكرام شوط المباراة الأول ينتهي بالنسبة لفريق شبيبة القبائل بهدف واحد دون مقابل وقع عليه كروم في انتظار ما سيكون من خلال هذا الشوط الثاني مع البداية السريعة لمصلحة جمعية أمل عين مليلة. خطيرة الكرة الماضية لمصلحة الفريق الضيف الذي يكشران عن نيابه منذ البداية داخل منطقة الجزاء بحثا عن دهار، والقراءة الدفاعية حاضرة. هي هكذا نوايا الفريق الأحمر، هي هكذا نوايا فريق جمعية أمل عين مليلة منذ البداية تتضح للعيان بداية الضغط وبداية أيضا البحث الدؤوب عن معادلة النتيجة في هذه المباراة. كيف سيسير شبيبة القبائل أجواء هذه المباراة ومجرياتها، وكيف سيسير فريق جمعية أمل عين مليلة في طريق ودرب إحراز التعادل؟ سنرى وسنتابع ذلك جليا مشاهدينا الكرام من خلال هذه المباراة. وصلت إلى ذبيح بشكل ممتاز لعبة الكرة، محاولة لمصلحة جمعية أمل عين مليلة داخل منطقة الجزاء، فرصتين في غضون دقيقة واحدة إن دلت فإنها تدل على الضغط الكبير وعلى الثقة الكبيرة وعلى الأداء المميز لفريق جمعية أمل عين مليلة من خلال شوط المباراة الثاني، ومحاولة أيضا الظهور بوجه مغاير تماما لذلك الوجه الذي ظهر به جمعية أمل عين مليلة في شوط المباراة الأول من هذه المباراة. بداية سريعة من قبل الجمعية التي تبحث عن معادلة النتيجة، والشبيبة حتما ستبحث عن إضافة هدف ثان من خلال عامل المرتدات. هكذا سيلعب بوزيدي في هذا اللقاء، تغطية حاضرة لدفاع فريق شبيبة القبائل بواسطة أيت عبد السلام. العرفي يضغط على حامل الكرة بطام إلى الخلف، عادت إليه بطام من جديد، محاولة تصعيد الكرة طويلة، تغطية حاضرة والحكم أعلن عن وجود مخالفة لدفاع شبيبة القبائل. طبعا السيناريو المحتمل في زمن شوط المباراة الثاني سنشاهد ربما الجمعية مهاجمة والشبيبة مدافعة معتمدة عن الهجمات المعاكسة. طويلة الكرة بحثا عن قدور شريف الذي يطمح لتدوين الهدف الأول له هذا الموسم. أيضا قدور شريف المستخدم الجديد لفريق شبيبة القبائل. لعبت الكرة، أين يوجد ذباح؟ مخالفة حاضرة على ذباح المزعج الذي يتحرك في كل مكان. مخالفة ستلعب بواسطة بيطام إلى بولكاك. ثنائي خط الدفاع بيطام وبولكاك بمساعدة بليلي على اليمين. الكرة لمصلحة الشبيبة تحولت على الجهة اليسرى، أين يوجد رضا بن سايح؟ التدخل من أمامه بواسطة زكريا بن شريفة، والتماس لمصلحة الفرقة القبائلية. لكن قبل ذلك الحكم سعيد يطمئن على لاعب عين مليلة الساقط، ومثلما نتابع المدرب بوزيدي يستدعي اللاعب بن عبدي من أجل إعطائه أقول النصائح القيمة في هذه المباراة بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية شوط المباراة الثاني الذي سيكون طويلا على الشبيبة وقصيرا طبعا على فريق جمعية أمل عين مليلة. هذه أبجديات كرة القدم معروفة دائما بالنسبة للفريق الباحث عن التعادل، الوقت يمر بسرعة من أمامه، وبالنسبة للفريق المسيطر على الوضع والباحث على الإبقاء على النتيجة وإضافة أهداف أخرى تصعب عليه المهمة في الدرجة الأولى ويطول عليه الوقت. تلك هي رواية وحكاية كرة القدم. وصلت الآن على الجهة اليمنى للشبيبة، قطعت بواسطة بيطام في منتصف الميدان، هريات إلى الجهة اليمنى بن شريفة زكريا إلى زياد، طويلة من زياد إلى ذباح على الجهة اليسرى، استقبال رائع من ذباح يسيطر على الكرة
العودة لبيطان من جديد. هدوء كبير في فريق جمعية أمل عين مليلة، والرفقاء على مستوى بنك الاحتياط يساندون فريق جمعية أمل عين مليلة. الضغط على حامل الكرة، تحولت على الجهة اليسرى الآن. أين يوجد بيطام؟ صعود بيطام من الدفاع إلى الهجوم. بالنسبة للدهار الكرة الماضية قوية، لكنها مرت إلى ركلة مرمى. التسديدة الأخيرة جاءت بواسطة بيطام، أو بواسطة دهار الانطلاق التي جاءت من بيطام الذي ترك أدواره الدفاعية وواجباته أيضا، وتحول لمساعدة الزملاء ونقل الخطر لمنطقة فريق شبيبة القبائل. طويلة من حديد، حارس الذي تتمنى جماهير شبيبة القبائل أن يكون أحسن خلف للحارس بنبوط الذي بصم على انطلاقة مميزة هو الآخر من خلال مساهمته في فوز أولمبي شلف، ومن خلال أيضا تألقه في المباراة الأولى أمام أهل البرج. المنافسة دائما مشاهدينا الكرام تخلق الجودة عند كل فريق. زياد في منتصف الميدان، تبادل كروي وصلت إلى بيطام. ذباح وصلته على الجهة اليسرى، يحاول المرور ذباح واحد على واحد، تغطية دفاعية حاضرة. الحكم أعلن نبعا عن وجود مخالفة وفاول لمصلحة دفاع شبيبة القبائل. يلعب التماس بسرعة، قراءة مميزة من زياد، وصلت إلى ذباح الآن بالقدم اليسرى العرضية، الرأسية حاضرة لكنها مرت. هي المحاولة الثالثة لفريق جمعية أمل عين مليلة في شوط المباراة الثاني، وفي بدايته أيضا بعد مرور 7 دقائق، وهذا إن دل فإنما يدل النية الواضحة للفريق الأحمر للعودة إلى أجواء المباراة من جديد. رضا بن سايح يقاتل على تلك الكرة، تحولت في منتصف الميدان، ضيعها هريات، وصلت للشبيبة، الحلول حاضرة والتسديدة ضعيفة من قبل اللاعب رايح الذي حاول مباغتة بولطيف من بعيد، لكن لا المسافة ولا قوة التسديدة تسمحان بمغالطة حارس جمعية أمل عين مليلة بولطيف في الكرة الماضية. الكرة على الجهة اليمنى الآن، بليلي خطيرة لدهار، مساحة حاضرة وعرضية حاضرة، ودفاع شبيبة القبائل حاضر بالمرصاد إلى ركلة ركنية هي الأولى لمصلحة جمعية أمل عين مليلة في بداية شوط المباراة الثاني. نشاهد جانب من الإحماءات بالنسبة للاعبي شبيبة القبائل التي تستعد لأخذ مكانها في شوط المباراة الثاني. والركنية حاضرة الآن لجمعية أمل عين مليلة بأمل العودة إلى أجواء المباراة. ربما هذا ما هو متاح على لسان جمهور الجمعية. الركنية لعبت على مستوى القائم الأول، ورزق حمرون أول بأول يبعد الكرة بالرأس إلى رضا بن سايح، قطعت من أمامه. زياد إلى الجهة اليمنى، مراوغة رائعة وتدخل موجود، والكرة أيضا حاضرة بمخالفة ثابتة ستكون لمصلحة جمعية أمل عين مليلة، ورحلة البحث عن إدراك التعادل والعودة إلى أجواء المباراة من جديد. زياد من سيكون خلف هذه المخالفة، وهو الذي يعرف جيدا أرضية ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وسبق وأن لعب في صفوف شبيبة القبائل، وسبق أيضا أن ذاق حلاوة عشاق الكناري التي كانت تغص بهم درجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. المخالفة ستلعب وستبحث عن الكرات العالية من دون شك، لعبت قصيرة، ولكن دفاع شبيبة القبائل تدخل في المكان والزمان المناسبين. بيطام إلى زياد، ذباح وصلته الكرة، واحد على واحد أمام العرفي، عادت إلى الخلف. بيطام، هريات، العودة من جديد إلى زكريا بن شريفة، طويلة من زكريا،
تغطية حاضرة على مرتين وصلت إلى العرفي. مستوى راقي صراحة يقوم به العرفي ويقدمه أيضا على الواجبات الدفاعية حاضر، على الأدوار الهجومية حاضر، في الصناعة أيضا حاضر، على مستوى القوة البدنية أيضا موجود متاح. هذا هو اللاعب العرفي الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية بعدما لم يبدأ أساسيا في المباراة الأولى هذا الموسم لشبيبة القبائل، قبل أن يعيده بوزيدي إلى التوليفة الأساسية للفرقة القبائلية. وصلت الكرة لهجوم جمعية أمل عين مليلة، تحولت أخذ ورد، عادت من جديد للقبطان زياد. محاولة خطيرة لجمعية أمل عين مليلة للاعب الذي دخل في الشوط الثاني المعمري، عادت إلى رزق حمرون يعتمد على مهارته وسرعته أيضا. قدور شريف ارتكب مخالفة هنا والحكم أعلن عن وجود المخالفة لجمعية أمل عين مليلة. كثير من المباريات أيضا بالنسبة لشبيبة القبائل في برنامج صعب صراحة بالنسبة للكناري هذا الموسم، بحكم أن النادي القبائلي سيشارك في كأس الكاف وسيلعب أيضا مباريات البطولة ومباريات الكأس، أيضا ما يصعب من مأموريته في البطولة هذا الموسم. شبيبة القبائل الذي سيلعب يوم الثلاثاء مثل ما قلت مشاهدين الكرام مباراته وخرجته الإفريقية الجديدة أمام الجندارم أو جندارموري، هذا الفريق النيجيري الدرك الوطني النيجيري، ومن ثم مباراة كبيرة أيضا مرتقبة ومنتظرة كلاسيكية من دون شك أمام اتحاد العاصمة بحول الله وقوته. مباراة ستكون من دون شك مليئة بالإثارة والتشويق مثل ما عودتنا خلال السنوات الأخيرة وفي الماضي أيضا عندما يلتقي الشبيبة والاتحاد، نشاهد النسوج الكروية العالية والمستوى الراقي من قبل الفريقين. الكرة لمصلحة الأمل والتغطية حاضرة لدفاع شبيبة القبائل، وليد بن شريفة يخرج بهذه الكرة، يحاول المرور وليد على الجهة اليسرى قد يلحق على هذه الكرة وليد بن شريفة والكرة تمر يستفيد منها، ولكن بليلي أمير يتمكن من هذه الكرة التي تتحول لمصلحة جمعية أمل عين مليلة. المباراة القادمة لجمعية أمل عين مليلة ستكون صعبة أيضا وخرجة أخرى أمام شباب قسنطينة، المباراة أيضا لن تخلو من السهولة. وبعدها مباشرة سيستقبل أولمبي المدية، وبحديثنا أيضا على الأولمبي الفريق يعود تدريجيا إلى أجواء المنافسة. مشاهدينا الكرام في المباراة الأخرى التي انطلقت على الساعة الثانية والنصف، شباب الوزداد يتقدم على فريق شبيبة سكيكدا بثلاثية مقابل هدف واحد. هذه بالنسبة لمباريات اليوم. الشباب بهذا الانتصار يؤكد رغبته الجامحة ونواياه أيضا المباشرة في تقديم موسم كبير هذا الموسم يليق بقميص وشعار هذا النادي الذي بصم على انطلاقة قوية في البطولة ومثلها أيضا على مستوى رابطة الأبطال هذا الموسم. طويلة إلى الأمام، تغطية دفاعية قوية وحاضرة من بولكاك، العودة من جديد إلى الحارس بولطيف، لا جديد بعد مرور تقريبا ربع ساعة على بداية شوط المباراة الثاني. الشبيبة هدف، جمعية أمل عين مليلة لا شيء. بيطام إلى الجهة اليمنى، زكريا بن شريفة إلى زياد في منتصف الميدان، يقود هجمة جديدة زياد، يرفع الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، خروج متردد من الحارس حديد، يعتبر الأول ربما في هذه المباراة الذي لم يكن موفقا، والمتابعة كانت بالرأس ولكنها مرت إلى ركلة ركنية. الثانية للأمل، الساعي والباحث عن تسجيل هدف التعادل، والتغطية حاضرة من رزق حمرون مرة أخرى خلف كل كرات شبيبة القبائل. هذا رزق حمرون
الرائع اليوم أيضا بأدوار هجومية معروفة وبالدفاع أيضا والعودة لمساندة الرفقاء والزملاء. وصلت إلى ذبيح، لعبت بشكل رائع، ذبيح توغل، تغطية دفاعية حاضرة مطالبة بركلة جزاء، لكن حمرون في هذه الكرة لعب الكرة وصلت الآن إلى رايح على الجهة اليمنى، يحاول المرور رايح، تمكن من المرور، لعب الكرة بخارج القدم بحثا عن قدور شريف، لكن الكرة لم تصل لقدور شريف. الصراع قوي في منتصف الميدان والإثارة حاضرة صراحة في شوط المباراة الثاني. نسق اللعب ارتفع ووضع التسلل أعلن عليها حكم المباراة لدفاع شبيبة القبائل. طبعا أجواء باردة على مستوى منطقة تيزي وزو اليوم على مختلف تقريبا ربوع الوطن، مثلما نتابع الجبال هنا بمدينة تيزي وزو، المناطق والمناظر الخلابة الساحرة في هذه المنطقة منطقة تيزي وزو. تغيير جديد أيضا في صفوف شبيبة القبائل مع دخول اللاعب الشيخ عبد المومن الذي سيعوض بن شريف وليد الذي قدم أداء مميزا ويحث اللاعب شيخ عبد المؤمن من خلال طبعا خبرة وليد بن شريفة وتجربته واحتكاكه على مدى سنوات طويلة رفقة الكثير من الأندية التي حمل شعارها. الكرة لمصلحة جمعية منع المليلة لزياد الذي تحرك بشكل رائع منذ بداية المباراة. هذا هريات إلى دهار، تحولت لمصلحة الشبيبة، صراع قوي على الكرة، الغلبة عادت لفريق جمعية أمل عيل منيلة إلى زياد. نعم بروح رياضية كبيرة يخرج اللاعب زياد الكرة من أجل اللاعب الساقط فوق أرضية الميدان هريات. نتمنى أن يقوم سليم معافى بحول الله وقوته ليواصل مجريات المباراة رفقة زملائه في هذا اللقاء الصعب بين ناديين قويين لحد الآن صراحة في هذه المباراة، وخاصة في بداية هذا الموسم صراحة. رغم بداية شبيبة القبائل المتعثرة إلا هذا النادي بدأ تدريجيا يجد معالمه ويعود إلى أجواء المنافسة من جديد، وجعبوط ربما قد يكون الورقة الجديدة لمصلحة كتيبة جمعية أمل عين مليلة والمدرب يعيش. النية واضحة، الهجوم ثم الهجوم من أجل العودة إلى أجواء المباراة من جديد. أما بوزيدي نتابعه مثل ما يظهر في الصورة، دائما الإرشادات حاضرة والحديث عن كيفية المواصلة في هذه المباراة والحفاظ على الشباك نظيفة وتسجيل الأهداف ربما من خلال الهجمات المرتدة. فريق يبحث عن التعادل والآخر يبحث عن الحفاظ وضرب الفريق الآخر من خلال المرتدات. تلك هي كرة القدم وأبجدياتها، وتلك هي مباراة اليوم بعناوينها بين شبيبة القبائل وجمعية أمل عين مليلة. أمامية، تغطية حاضرة، يحاول عليها رزقي حمرون ولكنه لم يتمكن من الكرة. لاعب جديد أيضا سيدخل مشاهدينا الكرام، سبق له أن حمل رزقي حمرون أداء رائع اليوم. ربما بدأنا نتابع رزقي حمرون السنة الأولى له رفقة فريق شبيبة القبائل الموسم الاستثنائي والرائع حينما ضاعت البطولة بفارق نقطة واحدة فقط، وكان الشبيبة قريب من التتويج بلقبه الخامس عشر، ولكن البطولة حينها توج بها اتحاد العاصمة اتحاد الجزائر الذي حسم اللقب آنذاك بعد الفوز في قسنطينة. مخالفة في تنفيذها زياد داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة داخل المنطقة ولكن دفاع شبيبة القبائل يخرج بهذه الكرة بواسطة العرفي بحثا عن رايح. تحولت للشبيبة ما فيها تسلل،
لعبت بشكل رائع باتجاه بن سايح داخل منطقة الجزاء بالعقب بن سايح، ولكن القراءة الدفاعية كانت حاضرة لفريق جمعية أمل عين منيلة. الكرة للجمعية في وسط الميدان، بولكاك إلى ذباح، زياد مباشرة النقلة إلى الأمام، زياد عادت إليه الكرة من جديد، تحولت لظهار داخل منطقة الجزاء بحثا عن اللاعب الذي أخذ مكانه في الشوط الثاني بالعمري. عادت للشبيبة من جديد، قدور بشكل رائع لعب الكرة باتجاه حمرون ولكنها طالت وتحولت إلى رمية تماس. بيطام العودة إلى زياد، لم يجدوا الحل بعد عناصر جمعية أمل عين منيلة في هذه المباراة من أجل إدراك التعادل وسط تنظيم محكم لفريق شبيبة القبائل في هذا اللقاء. بن سايح وصلته الكرة، تبادل كروي بشكل رائع، لعبت الكرة وفرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة مرت الكرة الخطيرة الجديدة لمصلحة قدور بن شريف ولمصلحة شبيبة القبائل. قدور شريف كان قريبا لمضاعفة النتيجة في هذه المحاولة لشبيبة القبائل الذي لم يلعب كثيرا في هذا الشوط الثاني واعتمد على الدفاع، لكنه من خلال مرتدات سريعة وبكرة ثنائية بن سايح وزع، وقدور شريف كان قريبا لتسجيل وتدوين ثنائية الشبيبة في هذه المباراة. بيطام البحث عن الرد والبحث عن العودة إلى أجواء المباراة، ردة فعل جمعية أمل عين منيلة في هذه المباراة هذا ما يبحث عنها عشاقه ومحبيه وأنصاره. تبادل كروي جميل، ذبيح على جهة اليسرى، قد تكون هنا فرصة التعادل، جعبوط التسديدة حاضرة ولكنها مرت يا جعبوط. المحاولة الجديدة لمصلحة فريق جمعية أمل عين منيلة إلى ركلة مرمى لشبيبة القبائل، ونحن ندخل الدقيقة 25 مشاهدين متابعينا، واحد لشبيبة القبائل لا شيء لجمعية أمل عين منيلة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. عادت الكرة من جديد لمصلحة شبيبة القبائل، قطعت من بليلي، طويلة منه إلى الأمام بحثا عن جعبوط، والقراءة موجودة من الحارس حديد. الكرة الجزائرية تعول مشاهدينا الكرام على أنديتها هذا الموسم من خلال التمثيل الإفريقي. شبيبة القبائل على مستوى كأس الكاف، وفاق سطيف أيضا على مستوى كأس الكاف أيضا، الوفاق الذي تأهل على البساط على حساب الفريق التشادي، بينما شبيبة القبائل تمكنت من العودة بانتصار هام أمام الدرك الوطني النيجيري قبل موقعة العودة الثلاثاء القادم بملعب أول نوفمبر هنا بتيزي وزو. أما على مستوى رابطة الأبطال فما يقدمه شباب الوزداد ومولودية الجزائر فخر صراحة للكرة الجزائرية. فالشباب دك شباك غور ماهية بسداسية كاملة، ومولودية الجزائر تمكن في درب صعب ومثير من الإطاحة بصفاقس تونسي بثنائية نظيفة أيضا، ثنائية فريوي الذي يبصم على مستويات راقية وموسم كبير في البدايات. بن سايح الكرة لم تخرج ولم تغادر، فرصة لفريق شبيبة القبائل، طويلة الكرة إلى الأمام ولكنها طالت وجاءت أيضا سهلة بالنسبة للحارس بولطيف وبالنسبة لدفاع جمعية أمل عين منيلة. الكرة في منتصف الميدان،
جعبوط الى الجهه اليمنى الى بليلي، يحاول المرور بليلي لمصلحه جمعيه امل علي منيله دائما، والتغطيه الدفاعيه والقراءه حاضره من دفاع شبيبه القبائل بواسطه اللاعب شيخي عبد المؤمن الذي يدخل على الجهه اليسرى، ودخل ايضا لتعويض وليد بن شريفه. كانت اختيارات وتغيير المدرب يوسف بوزيدي، لاعب جديد ايضا في صفوف شبيبه القبائل يستعد للدخول، هو بوعاليا كسيلة. سنرى في مكان من سيدخل بوعاليا ومن سيعوض، هل هي تغييرات دفاعيه بالنسبه لبوزيدي المعروف بنهجه الدفاعي والمعروف بحسن تعامله عندما يكون متفوقا في النتيجة للحفاظ على نظافة شباكه والخروج بالزاد وبالغلة الكاملة في المباراة. 28 دقيقة مشاهدينا الكرام في شوط المباراة الثاني، 1 للشبيبة لا شيء للجمعية. محاولة لمصلحة جمعية منع المليلة، وصلت إلى دهار، يحاول المرور دهار، 1-1، تغطية حاضرة إلى رمية التماس لمصلحة شبيبة القبائل. تغيير إذن جديد قد يغادر حمرون. نعم، حمرون هو من يغادر أرضية الميدان ويعوض ببوعاليا كسيلة. هذا هو تغيير يوسف بوزيدي مدرب الشبيبة. الكرة في منتصف الميدان، تغطية حاضرة والحكم أعلن عن وجود مخالفة. تقريبا نصف ساعة من زمن شوط المباراة الثاني، لم نشاهد الشيء الكثير ما عدا مرتدات لفريق شبيبة القبائل، وبداية أكثر من قوية بالنسبة لجمعية أمل عين مليلة مطلع شوط المباراة الثاني دون الوصول لشباك الحارس حديد. المخالفة الثابتة إذن لمصلحة جمعية أمل عين مليلة عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني. البحث متواصل إلى العودة في النتيجة، لعبت بشكل رائع، ظهر بالراس، خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن الحارس حديد كان في المكان المناسب، أبعد الكرة إلى ركلة ركنية. طبعا الكرات الثابتة دائما تبحث عن رأسيات أصحاب القامة الطويلة، وظهر واحد منهم. دبيح لاعب الكرة في القائم الأول، والقراءة الدفاعية حاضرة والانطلاقة بشكل سريع وفي مرتدة سريعة لمصلحة شبيبة القبائل، مرور بشكل رائع، فرصة خطيرة للشبيبة، هذه فرصة الثاني، قدور شريف وصلته، التسديدة من قدور لكنها في أحضان حارس المرمى. انطلاقة كانت سريعة من اللاعب الشاب الذي دخل منذ لحظات، بوعاليا كسيلة الذي انطلق بشكل رائع ومر إلى السرعة القصوى ولعب الكرة إلى قدور شريف، والكرة تحولت لفريق جمعية أمل عين مليلة بعدما استخلصت. حديث الحكم مع الطاقم الفني طبعا لفريق جمعية أمل عين مليلة. فرصة كانت خطيرة لقدور الشريف الذي يريد أن يبصم على بداية قوية وانطلاقة أيضا، ويكسر حاجز عدم التوفيق في التسجيل لحد الآن منذ بداية البطولة. أيت عبد السلام طويلة إلى الأمام لمصلحة هجوم الشبيبة، تحولت لبليلي أمير على الجهة اليمنى، طويلة إلى الأمام، تغطية دفاعية حاضرة لرمي التماس. انخفض رتم المباراة بعدما ارتفع في بداية شوط المباراة الثاني. عادت الكرة في منتصف الميدان والحكم أعلن وأشار إلى وجود مخالفة لدفاع جمعية أمل عين مليلة.
لدفاع جماعية ملعين مليلة. هل موعد الأودى في النتيجة قد حان أو هو موعد إضافة الهدف الثاني لشبيبة القبائل؟ سنرى وسنتابع ما ستحمله الدقائق القادمة، آخر ربع ساعة من زمن هذه المباراة. ظهر في منتصف الميدان إلى جعبوط، تبادل كروي، العودة من جديد إلى بيطام. جعبوط بحوزته الكرة في وسط الميدان، قطعت للشبيبة، عادت من جديد داخل منطقة الجزاء، وحديد يخرج ليلتقط هذه الكرة ليرتاح أيضا دفاع شبيبة القبائل. طويلة الكرة من حديد، البحث عن قدور شريف في الخط الهجومي للشبيبة، عادت إلى رضا بن سايح على الجهة اليسرى. رضا واحد على واحد أمام أمير بليلي، لازالت بحوزته الكرة، سيبحث عن الركنية والعودة إلى الخلف، والحكم يقول يا سايح أو يا بن سايح رضا طالت عليك الكرة وتحولت إلى رمية تماس. الطبال المهاجم الليبي هو جديد توليفة بوزيدي في هذه المباراة من أجل تقديم الإضافة المرجوة على مستوى الخط الأمامي بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. الكرة في وسط الميدان، جعبوط، يصول جعبوط إلى زياد، تحولت على الجهة اليمنى، ترويض بالصدر والحكم يشير إلى أن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس لمصلحة الكناري، لمصلحة شبيبة القبائل. الصراع موجود، تدخل قوي، سعيد يعلن عن مخالفة، تغييرين دفعة واحدة بالنسبة لمدرب زيدي. الطبال إضافة إلى يوبا أوقاسي، يوبا أوقاسي أيضا الذي كان من بين الأسماء المميزة في الموسم الأول في توليفة فرانك ديوما آنذاك، حينما عادت الشبيبة للأجواء الإفريقية من خلال احتلال الصف الثاني وكانت قريبة من التتويج بلقب البطولة. تغيير جديد إذن، خروج قدور شريف المهاجم الصريح وتعويضه بالطبال، وسنرى في مكان أي من اللاعبين سيدخل يوبا أوقاسي. تلك تغييرات بوزيدي طبعا من أجل الحفاظ على النتيجة من جهة، ومن أجل أيضا البحث عن مباغتة جمعية أمل عين منيلة من خلال هذه المباراة. وقسي في مكان رضا بن سايح الذي يأمره الحكم سعيدي أن يخرج من الجهة المقابلة لتفادي طبعا تضيع الوقت. وتغييران جديدان أيضا في صفوف جمعية أمل عين منيلة، بدخول اللاعب سلطان أمير، وتبع أسامة، هذان اللاعبان اللذان سيدخلان أيضا في تشكيلة يعيش مدرب جمعية أمل عين مليلة. تقريبا الفريقان استنفذا كل التغييرات في هذه المباراة، وآخر الدقائق ستلعب على صفيح ساخن. كرة للشبيبة طويلة إلى الأمام، التغطية حاضرة من بولكاك، يعود دفاع شبيبة القبائل يستخلص الكرة من جديد. الصراع موجود، زياد إلى الأمام، تغطية دفاعية في الأولى من قبل بوعالي أبو كسيلة إلى الجهة اليمنى. الآن المرور لمصلحة جمعية أمل عين منيلة، قطعت واستخلصت، وصلت إلى الطبال، منذ لحظات فقط دخل الطبال. الطبال يحاول تغيير الكرة ولكن تغطية حاضرة، لمسة يد، الحكم يترك ويشير إلى مواصلة اللعب. الكرة لمصلحة شبيبة القبائل، محاولة بناء هجمة جديدة، يوبا أوقاسي قطعت من أمامه الكرة، تحولت الآن لمصلحة العرفي. يوبا أوقاسي، مراوغة مميزة من يوبا، ما فيها تسلل باتجاه الطبال، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. بولطيف من أمام الطبال، المهاجم الليبي الذي حاول الانطلاق بسرعة في هذه الكرة
لكن الكرة طالت عليه. وصلته الطبال من جديد. عناصر شبيبة القبائل تسعى وتحاول قدر المستطاع الاحتفاظ بالكرة. المخالفة حاضرة، الحكم أعلن عنها لمصلحة الظهير الأيسر الذي أخذ مكان وليد بن شريفة. الحديث عن شيخي عبد المؤمن. تغييران جديدان إذن مشاهدينا الكرام بدخول مثل ما أشرت كل من تبع أسامة وسلطان أمير في خط المقدمة بالنسبة للمدرب يعيش. سنرى في مكان من، هل سيغادر ذبيح، هل سيغادر ذباح؟ أول المغادرين هو دمان بالرقم 20. طويلة الكرة إلى الأمام، قراءة دفاعية حاضرة، تحولت إلى الجهة اليسرى. أين يوجد اللاعب ذباح؟ يراوغ بشكل رائع ذباح، لازالت بحوزته الكرة بخارج القدم، لكن دفاع شبيبة القبائل يتدخل. تحولت إلى العرف الآن، مراوغة بشكل رائع إلى عناصر فريق شبيبة القبائل. التدخل حاضر هنا وموجود، حكم المباراة لا يشير إلى تدخل ولا يشير إلى وجود مخالفة طبعا حسب تقديره. بولطيف 38 دقيقة بالتمام والكمال مشاهدينا الكرام. واحد شبيبة القبائل لا شيء. جمعية أمل عين منيلة لحد الساعة. بطام العودة إلى الخلف. بحاجة إلى نفس إضافي فريق جمعية أمل عين منيلة طبعا. وهذا ما قام به المدرب يعيش بإقحام لاعبين جديدين من أجل العودة إلى جوائز المباراة. نشاهد الحرارة الكبيرة أيضا التي تلعب بها عناصر فريق شبيبة القبائل. طبعا هذه الروح جاءت مع قدوم المدرب وزيدي طبعا، المعروف بالجرينطا والمعروف بالحماس والمعروف بتقديم الإضافة دائما للفرق التي يشرف عليها. في منتصف الميدان لمصلحة جمعية أمل عين منيلة التي لم تجد الحلول بعد إلى غاية الدقيقة 40 تقريبا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق. تحولت من جديد يوبا وقاس إلى الطبال. منذ لحظات دخل الطبال، روغ بشكل ممتاز، فرصة جديدة وخطيرة للشبيبة داخل منطقة الجزاء. والقراءة الدفاعية حاضرة من بولكاك الذي تمكن من إبعاد الكرة الماضية الخطيرة والمراوغة المميزة من اللاعب الطبال اللاعب الليبي. آخر خمس دقائق إذن مشاهدينا الكرام. متابعينا أينما كنتم وحيثما تواجدتم، خمس دقائق تفصلنا عن نهاية مباراة الشبيبة وجمعية أمل عين منيلة، والتقدم لازال أصفرا بهدف دون مقابل لمصلحة فريق شبيبة القبائل. ذباح على جهة اليسرى لجمعية أمل عين منيلة من أجل العودة من جديد. العرضية داخل منطقة الجزاء والتغطية الدفاعية حاضرة. الشبيبة والخروج بهجمة معاكسة وصلت إلى اللاعب العرفي والحكم أعلن عن وجود مخالفة. زياد، هل هناك نفس ثاني؟ هل هناك فرصة لمتابعة ومشاهدة هدف من هذا الجانب أو من ذاك؟ مخالفة حاضرة، الحكم أعلن عن وجود فاول لمصلحة جمعية أمل عين منيلة. الحكم سعيدي يتحدث مع اللاعبين ويحثهم على اللعب بهدوء دون تعصب زائد، هكذا يتحدث الحكم السيد سعيدي. طبعا الساقط فوق أرضية الميدان هو بن عبدي الذي قدم أداء مميزا أيضا اليوم وكان حاضرا في الصراعات الثنائية
بشكل رائع، تفوق بشكل رائع أيضا، حاول أن ينقل الخطر لمنطقة الخصم. في الجانب الآخر أيضا زياد قدم مباراة مميزة، ذباح قدم مباراة أيضا رائعة، ولكن اللمسة الأخيرة خانت فريق جمعية منع المنيلة، في حين الفعالية كانت حاضرة بالنسبة لشبيبة القبائل الذي عرف من أين تؤكل الكتف في هذه المباراة لغاية الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني، في انتظار كيف ستكون نهاية هذه المباراة. خاتمة اللقاء، زياد من سيلعب المخالفة المباشرة، هدف الشبيبة جاء من مخالفة مباشرة، فهل ستأتي كرة التعادل من مخالفة مباشرة أو دفاع شبيبة القبائل؟ سيكون له شأن ورأي آخر. زياد هو من لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، والصياد أول بأول بطريقة رائعة في الكرة العالية، لا يتسامح زياد، يبعد الكرة، صياد هو من أبعد الكرة الماضية الخطيرة لمصلحة هجوم جمعية أمل عين منيلة. يعود سليم معافى اللاعب بن عبدي إلى أرضية الميدان. الحارس حديد يلعب الكرة طويلة، العرف موجود على مستوى خط المقدمة في هذه الكرة الطويلة. نعم طبعا، ربما هي إرشادات المدرب وزيدي من أجل ملء الفراغ الذي خلفه خروج اللاعب قدور شريف المهاجم. طبعا الشبيبة تلعب بدون رأس حربة صريح في نهاية هذه المباراة من أجل الحفاظ على النتيجة، ومن أجل أيضا استخلاص أكبر عدد ممكن من الكرات. الحكم إذن أعلن على وجود مخالفة خطيرة جدا لمصلحة فريق جمعية أمل عين منيلة، وفرصة مواتية لإدراك التعادل بالنسبة للفريق الضيف القادم بنية العودة بنتيجة إيجابية ومواصلة تقديم العروض المميزة والنتائج الإيجابية. جمهور جمعية أمل عين منيلة يقول نتمناها في الشباك، وجمهور الشبيبة يقول تمر بردا وسلاما. هذه هي كرة القدم، كل فريق يطمح ويأمل لتحقيق الأهم، هذا يطمح فوق أرضه على انتزاع النقاط الثلاث، وذاك يطمح في العودة بالتعادل على الأقل من خارج أرضية ملعبه. هذه هي الكرة وهذه هي معطيات هذه المباراة، مخالفة أكثر من خطيرة في آخر دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، والوقت الأصلي أيضا يقف أمامها اللاعب العمري، نفذت بشكل رائع ولكنها اصطدت بدفاع فريق شبيبة القبائل وتحولت في هجمة معاكسة. رايح يختار العودة إلى الخلف بدل نقل الكرة إلى الأمام، طويلة إلى الأمام وصلت إلى زياد. طبعا منفعل المدرب بوزيدي بعد الكرة الماضية على اللاعب رايح، يقول لو لعبت الكرة إلى الأمام لأننا كنا بحاجة إلى نقل الخطر من خلال لعب هجمة مرتدة، فلماذا أعدت الكرة إلى الخلف؟ طبعا هذا وبوزيدي. أربع دقائق مشاهدينا متابعينا الكرام في شوط المباراة الثاني، أعلن عليها الحكم الرابع. أربع دقائق ويسدل الستار على نهاية هذه المباراة. لحد الآن النقاط بحوزة الكناري، بحوزة الشبيبة، في انتظار ما سيكون في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. تحولت إلى بليلي على جهة اليمنى بالقدم اليسرى، بليلي يرفع الكرة لكنها تعود لدفاع الشبيبة، حفاظ على الكرة من الطبال إلى رايح من جديد بشكل مميز، يمر اللاعب شريفي، اللاعب شيخي عبد المؤمن وليس شريفي، شريفي هو من غادر، والمخالفة موجودة وحاضرة، أعلن عليها حكم المباراة ولعبت بسرعة، وصلت إلى جعبوط آخر الهجمات لأمل عين منيلة في أمل العودة، والصياد أول بأول بقوة، أو أيت عبد السلام هو من تدخل وأبعد الكرة. بهذا السيناريو يريد شبيبة القبائل أن ينهي المباراة بالقراءة الدفاعية
بالتدخلات القوية في إطار كرة القدم. تحدث عن القوة الكروية بعيدا عن التدخلات الزائدة والخشنة أيضا. وبالنسبة للأمل يبحث عن الكرة الطويلة من دون شك لاقتناص واحدة من الكرات والعودة إلى أجواء المباراة. طويلة إلى الأمام بحثا عن جعبوط، قراءة مميزة من عيد عبد السلام، تحولت لبليلي، العودة إلى الخلف لمصلحة الأمل. بيطام يصعد للمساندة للمساعدة في آخر كرة إلى ذباح على الجهة اليسرى، وصلت إلى بيطام من جديد يبحث عن ركنية والكرة تحولت نعم إلى ركلة ركنية يقول حكم المباراة. بعد مرور دقيقتين متبقية دقيقتان فقط على إعلان الحكم سعيد عن نهاية هذه المباراة، والركنية حاضرة لمصلحة جمعية أمل عين منيل الباحثة عن العودة إلى أجواء المباراة. الركنية لعبت قصيرة بين بليلي وزياد، بليلي يرفع الكرة والتغطية حاضرة من قبل اللاعب المميز اليوم العرفي فوق أرضية الميدان. ذبيح العودة من جديد إلى الحارس بولطيف، الضغط كان على حامل الكرة من يوبا وقاسي الذي يمارس ضغط كبير على دفاع فريق جمعية أمل عين منيلة. بالرأس لعبت والتغطية حاضرة، طويلة إلى الأمام، ذباح ويوبا يلقى وقاسي في صراع، ذباح يعود إلى الحارس المرمى بولطيف. تقريبا آخر كرة في الزمن شوط المباراة التالي، طويلة إلى الأمام لعبت بالرأس وعيد عبد السلام حاضر، تحولت إلى الجهة اليمنى، جعبود داخل منطقة الجزاء وعيد عبد السلام حاضر موجود بالرأس في كل الكرات الهوائية تفوق فيها عيد عبد السلام من خلال الصد ومن خلال الرد ومن خلال التألق دفاعيا. والتغطية حاضرة مجددا، هذا هو سيناريو الدقائق الأخيرة. عين منيلة تحاول الضغط وشبيبة القبائل دفاعه أيضا يستخلص الكرات الهوائية، الطبال يستفيد من مخالفة تلعب بشكل سريع. والحكم اللحظة إذا مشاهدينا الكرام يعلن عن نهاية المباراة بفوز فريق شبيبة القبائل بهدف واحد دون مقابل على حساب فريق جمعية أمل عين منيلة. ألف شكر لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذا اللقاء، والشكر.